السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا الله كان ولم يزل بعباده خبيرا بصيرا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى عموم آل بيته وذرياته وأصحابه وأتباعه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، مررت بالمسجد المحزون أسأله هل في المصلى والمحراب مروان؟ تبدل المسجد المحزون واختلفت على المنائر أحرار وعهدان، فلا الأذان آذان في منائره من حيث يتلى ولا الأذان آذان. المسجد الأقصى كما لا يخفى على شريف علمكم دمعة في عين كل مسلم، المسجد الأقصى طعنة في قلب كل مؤمن، المسجد الأقصى مصيبة يعيشها المسلمون العرب والمسلمون الهنود وكل مسلم يعيش على وجه الأرض، لأن الذي بناه هو أبونا آدم عليه السلام، والذي فتحه الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وكانت الفتوحات إذا خرجت كان عمر لا يشارك فيها، وإنما يمكث في المدينة ليرأس إدارة الدولة. فلما جاء الفتح على بيت المقدس وأكناف بيت المقدس هاجر أو خرج عمر ليستلم مفاتيح بيت المقدس، وذلك لأهميته، فهو ثالث المسجدين، وهي المدينة المباركة التي أسري بها إليها النبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الأقصى إلى بيت المقدس، ثم عرج منها إلى السماوات السبع. وما صدح بلال بن رباح بالأذان بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم إلا في بيت المقدس، وذلك لأن بلال رضي الله عنه لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم استأذن في الذهاب إلى الشام لما فتحت الشام، وطلب الإعفاء من الأذان. فلما فتحت القدس ذهب ورآه سيدنا عمر وأخذه وتباكى وطلب منه أن يؤذن للصلاة. فلما انتهى من أشهد أن لا إله إلا الله وأراد أن يقول أشهد أن محمد رسول الله، تذكر نبينا عليه الصلاة والسلام أن آخر أذان أذنه كان والنبي صلى الله عليه وسلم يعني في المسجد أو كان في المدينة، فبكى رضي الله عنه، ثم بكى الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. ثم لما احتله من احتله من الصليبيين فتحه صلاح الدين الأيوبي، ولا شك أن صلاح الدين من الأكراد الأجواد الذين نصروا الدين وقام وجمع بين أهل الشام وأهل مصر وجهز الجيوش حتى فتح بيت المقدس. ثم لما وقع للأمة ما وقع زمن دولة الرجل المريض أيام الدولة العثمانية، جاء اليهود ليعرضوا عرضا ذهبيا على السلطان عبد الحميد أن يسددوا خزينة الدولة وأن يفعلوا كذا وكذا مقابل أن يأذن لهم بالسكنة وأن لا يعطيهم الأرض، السكنة فقط. فما كان من السلطان عبد الحميد رحمه الله ورضي عنه إلا أن أنكر هذا الأمر وقال أنا لا أملك أن أبيع لكم شبرا، أن هذا حق من حقوق المسلمين. هذا رد على اليوم على من يقول أن هناك من الفلسطينيين من باعوا أراضيهم. نعم، ربما يبيع البيت، ربما يبيع عقارا من العقارات، لكنه لا يستطيع أن يبيع أرضا كاملة هي ليست ملكا لهم ولا ملكا لدولة من الدول ولا قبيلة من القبائل، هي أرض فتحها الصحابة الكرام بدمائهم وأرواحهم وأموالهم. وأنه لا يمكن لمسلم يؤمن بالله ولا باليوم الآخر أن يبيع حقا من حقوق الأمة، وأن من باع أرضه وباع بلده فإنما هو يبيعها عن نفسه، لكن الأمة مليار ونصف المليار
هي كلها مشتركة في أي أرض من أراضي المسلمين، فكيف بهذه الأرض المباركة؟ وأنا أبشركم أن الأمة لا تموت، الأمة لا تموت، ربما يصيبها المرض، البلاء، التعب، لكنها لا تموت. الله عز وجل يقول: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في ذلك لبلاغا لقوم عابدين. إن كنا أمة عبادة، وإنه كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود ويقول الحجر والشجر يا مسلم. شوف يقول يا مسلم، لن يقول يا فلسطيني، لن يقول يا عربي، لن يقول، إنما سيقول يا مسلم. يوم الرابطة تكون رابطة الدين، وأينما ذكر اسم الله في بلد عددت ذاك الحمى من صلب أوطانك. يا مسلم، يا عبد الله، هذا يهودي ورائي، تعال اقتله. احنا علينا كل واحد فرد من افراد الامه ان يفعل الذي يقدر عليه، قدر ان ينصرهم بالمال فمن فليفعل، من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلف غازيا في اهله بخير فقد غزا. من لم يتمكن من النصره بالمال ينصرهم بنصر الاعلامي. اليوم سلاح الاعلام لا يقل عن سلاح السلاح والطائرات والدبابات. يعني أنتم روحكم تعلمون، كان قديما تغيب هذه المعلومات عن العامة وربما يروج شيء غير الواقع، لكن اليوم الكاميرا البسيطة من الشعب الأعزل هذا يستطيع أن يفعل ما لم يفعله جيوش. ومن لم يتمكن من هذا وذاك فلا أقل من أن يرفع أكف الضراعة إلى الله عز وجل، أن ينصرهم بنصره، وأن يمدهم بمدده، وأن يدعمهم بجنده. تهزأ بالدعاء وتزدريه، وما تدري بما صنع الدعاء، سهام الليل لا تخطي ولكن لها أمد وللأمد انقضاء. أقول صناع الدعاء يمجد من بعض بني جلدتنا اليوم، ومن بعض أولادنا، ومن بعض فلذات أكبادنا. من أصبح يهون في هذا الأمر؟ بل ربما خاصة ممن تتلمذوا وتخرجوا في المدارس الأجنبية. دكتور في الجامعة أشوف الطلبة اليوم ليسوا هم الذين كانوا قبل عقد أو عقدين. يوم الناس الشباب الصغار بناء 20 و25 ربما يكون عنده فكر لوث. هو نعم يصلي معنا في المسجد 5 صلوات، يحضر مجلس والده، لكنه من خلال مواقع التواصل، من خلال نتفليكس، من خلال المواقع التي يتابعها، ربما أنه مقتنع حتى أيضا بأحقية اليهود، اعتبار أن الهيكل قد بناه سليمان. سليمان هو نبي الله، نبينا، يعني نبي من أنبياء الله عز وجل، يرجع إلى إبراهيم الذي كان حنيفا، كان على التوحيد. ثم إن الذي بناه ليس حتى سليمان، بنى آدم، فآدم هو من بنى. ثم جاءوا الأنبياء إلى أن ختم لهم بسيد الأنبياء وإمام الأتقياء عليه الصلاة والسلام. ولو كان موسى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لكان من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ثم إن قضية أن يدعم الإنسان ولو وقع من الأخطاء ما وقع، ربما يقع من بعض إخواننا في فلسطين أخطاء سياسية، أخطاء اقتصادية، أخطاء إعلامية، أخطاء منهجية، لكن الرجل الآن يقاتل عن الأعداء، يخذل، يقلل منه، يتهم والله أنه مثلا حزب معين يحكمهم. هناك ليس هناك إمام. وأنا سوف أضرب لكم مثال في قطر، لما وقع علينا الحصار ما وقع، طلبنا أن نفتح علاقتنا مع إيران، أن نضع أيدينا عن طريق البحر بإيران، لأن الإنسان أحيانا يضطر أن يفعل هذا. إذا حلال علينا حرام عليهم. إن اضطروا أن يقفوا مع إيران واضطروا إلى ذلك، أو اضطروا أن يفعل، هم أعلموا بأنفسهم. غدا سيسألهم الله عز وجل يوم لا ينفع مال ولا بنون عما فعلوا. وفي الحديث: إذا اجتهد الحاكم، إذا اجتهد عن علم، عن بينة، فأصاب فله أجر، وإذا أخطأ فله أجر. أما أن تضخم أخطاؤهم وكأنهم حينما أخطأوا ارتدوا عن الإسلام. هذا رسول الله عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد طلب من الرماة ما يبقوا على أماكنهم، لما شافوا الغنائم توزع نزلوا، ما كفرهم،
ما فسقهم، ما متعهم، هم قد أخطوا لكن عن اجتهاد. طيب إذا صحابة رسول الله اجتهدوا، إذن هؤلاء من باب أولى أن يقع عليهم الخطأ ما يقع. ثم نحن لا يهمنا فلان وعلان، يهمنا نصر القضية، يهمنا نشرها، ويهمنا إن متنا حينما نموت وإن ابتعدنا الله أننا قد يعني فعلنا ما يعني إحنا يعني نستطيع أن نفعل. لما وقع يعني على فلسطين ما وقع من اليهود، كان هنا عالم بقطر كان يتولى القضاء، قضاء الوكرة، سنن الشيخ جاسم محمد اسمه، هو العالم الجليل الشيخ يعقوب ابن يوسف آل إبراهيم التميمي رحمه الله. وقد سأله كما ذكر هو في طرة في تقديم كتابه أن رجلا من آل بيت رسول الله سأله عن هذا الأمر اللي وقع في فلسطين، هل هو جهاد أم فتنة؟ وهذا يدل على أن الناس كان منذ القديم هناك من يحاول أن يعني أن يخفي عنهم الحقائق. فكتب رحمه الله إرشاد العباد إلى أهمية الجهاد. هذا الكتاب ما زال مخطوط إلى يوم الناس هذا، وقد أخذته ذريته بعدما انتقلوا إلى جزيرة دارين ولا زال هناك عندهم مخطوطا. فالعالم هذا ما كان بوسع ذيك الأيام لا بطيارات ولا كان بجيوش تذهب إلى هناك، وكانت الدول العربية كلها تحت الانتداب إما البريطاني أو الفرنسي. فألف هذه الرسالة ويعني برأ يعني كما أبرى ذمته إلى الله عز وجل، وقال ما كان يعتقده ديانة لله سبحانه وتعالى، فإن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحقق الأمان بنصرة الإسلام وعز الموحدين. فإن الله عز وجل ناصر دينه لا محالة. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم، إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا، الله عزيز حكيم. لكننا نريد أن نتشرف بهذه النصرة، ونريد أن نتشرف بأننا نذود عن أعراضنا، ونذود عن ديننا، ونذود عن مبادئنا، ونذود عن قيمنا. فإنه من مات دون عرضه فهو شهيد، ومن مات دون ماله فهو شهيد، ومن مات وهؤلاء الذين يقاتلون هناك لا يحتاجون إلى فتوى من هيئة كبار العلماء ولا من الأزهر ولا عالم من العلماء. من كان دخل عليه عدو فقاتله فقتله، سواء الذي قتله كان مسلما أو كافرا، فإنه بإذن الله يرجى له الشهادة. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، مؤمنين مو مسلمين يهود، فاقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفي إلى أمر الله، فإن فات فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين. فكيف وهم يقاتلون أسوأ البشر، قتلة الأنبياء الذين قالوا عن النار عن الله عز وجل إن الإله تعب في اليوم السادس فاستراح، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. هذا ونسأل الله بختام هذا اللقاء أن يحقق الأمان بنصرة الإسلام وعز الموحدين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر اللهم أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. أدم اللهم علينا نعمة الأمن والأمان، وارزقنا شكرهما يا كريم يا منان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم كل إخوان الذين يجاهدون في سبيلك ولإعلاء كلمتك أينما كانوا وحيثما كانوا، اللهم انصرهم في فلسطين على اليهود الغاصبين، اللهم انصرهم نصرا عزيزا، وافتح لهم يا رب فتحا مبينا، واهدهم صراطا مستقيما. اللهم إنا نسألك أن تنزل عليهم من النصر والتمكين والقوة أضعاف ما أنزلت عليهم من البلاء يا رب العالمين. آمين آمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العلي العظيم يذكركم، اشكروه على آلائه يزدكم، ولذكر الله أكبر. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.